هنعملهم بقى حلقات. بسم الله ما شاء الله، البطن البني الكبيرة دي واللي متعلمة بالأحمر دي الكوين أو الملكة. في أنثى واحدة موجودة هي فرتيل، وهي الوحيدة الأنثى اللي موجودة، عشان كده بيسموها الكوين أو الملكة بتاعت هذه المستعمرة. أدي العيون السداسية، كل دول ووركرز أهو. هنا دي أهو العسل أهو، في العيون اللي بانت عسلية دي أو لون الغامق ده، شكل الكامب بتاع الهاني بي. الكامب اللي هو اللوحة اللي متشكلة من، وهنا اللوحة اللي متشكلة من الشمع بعيون سداسية في المساحات بتاعتها، لكنها كلها مش مقاس واحد. بص دي الهايند ليج فيها حاجتين، دي الساق ودي كونكيف مقعرة وعليها شعر، علشان لما بتروح تقف على الزهرة بيشبط فيه التقعير ده أو بيبيض فيه حبوب اللقاح. هنا دي أول رزغة من عقل الرزغة، وهما ثلاثة متضخمة وفيها أشواك كتيرة، صفوف بنشبهها بالفرشة بتاعة الشعر. ده في الرجل الخلفية دي مثلا كده، رجلها الشمال في زيها بالظبط التركيب بتاع الرجل اليمين. حبوب اللقاح بتقف بتلزق في الرجلين، بتبقى ميزتها في الظهور اللي بيتم تلقيحها بالنحل بإن هي بتبقى ستيكي فبتلزق في الشعر. بالبراش دي هتهرش في الساق اليمين الشمال، دي البراش دي اللي في الشمال هتروح تهرش في اليمين في الساق اليمين، واللي في الشمال البراش بتاع الشمال هتهرش في الرجل العكسية في ساق الرجل العكسية، وبالتالي هيقع جوه العين السداسية البولين جرين أو حبوب اللقاح. لون الزهور بقى والريحة اللي طالعة منها هي الحاجة الأتراكتيف اللي هي بتحبها أو هتروح علشانها الإيه النحلة. أنا هرجع بس اللحظة دي أهي، بص شوف أهي، شايفين الجزء الأصفر ده؟ ده هو الرزغ، سوري الساق أو التيبيا أو بيسموها البولين باسكت. شوف شايلة كتلة حبوب لقاح قد إيه، دي البولين باسكت اللي هي في التيبيا معايا كده. مش عايز أستخدم المسطرة بالكتابة لأنه بتعمل مشكلة مع الفيديو، بيخلي الفيديو يهنج، فبلاها كتابة دلوقتي في باللغة الإنجليزية يعني، لكن نقدر إن إحنا نبقى نكتب الكلام ده بعدين. أهي هي هنا بتزور هنا الزهرة بقى أهي، دي شايفين الجزء الأبيض اللي فوق العمدان ده، فوق عود كل زهرة، في عود أوله نضبة بيضة، هي دي حبوب اللقاح بتاعت هذه الزهرة. هي واقفة هنا مش عشان حبوب اللقاح، دي حاجة كده زيادة، لكن هي بتدب نقف بقى هنا. ده الخرطوم أو البروبوزس أو الفيرد جلوسي، الاتنين اللسان اللي موجودين في تركيب الشفة السفلى بيبقوا مندمجين مع بعض، وفي نهايتهم جزء فلاتند وكونكيف مقعر، ده فلابيلي زي المعلقة بتاعة الشاي، تقدر تسحب بيها كمية من الرحيق اللي في المبيض بتاع الزهرة وتبتدي تشفطه في الزلومة، ترفعه بالخرطوم بتاعها لفتحة الفم. دي ده الشقة أهو، ده كل ده رحيق اتجمع من الشغلات،
وهنشوف في الفيديو التالي الكلام ده بيحصل ازاي. هي راحة جاية بقى طول النهار زيارات، مش هي كفرد يعني، لكن المجموعات بتخرج ومجموعات بتيجي بيروحوا، وشفنا ازاي بيتفاهموا مع بعض على المنطقة والمكان والزهرة وطعم الرقيق اللي هم بياخدوه. ادي حبوب اللقاح مرة تانية اهي في الرجل الايه الخلفية، ده عرض بالبطيء، شوف رجلها كأنها شايلة أثقال في الرجول الخلفية، بقت مثقلة بحبوب اللقاح. في جزء من حبوب اللقاح دي بيقع من مبيض زهرة لزهرة أخرى، فده البولينيشن أو التلقيح الحشري، وده بيزود إنتاجية الفدان بحوالي 30% لو قارناه بفدان آخر بدون وجود النحل فيه. لو جينا بقى هنا هنشوف القصة بتاعت الرحيق. هنا أدي النحلة أهو، ده سيميوليشن، عرض كرتوني يعني للي إحنا عايزين نقوله. أدي الزهور، وأدي الوركر الفوريجينج وركر اللي هي أهي واقفة على الزهرة. هذه الزلومة اللي احنا بنقول عليها الطنج أو اللسان أو البروبوسس أو الخرطوم اللي بتمص فيه الرحيق، طبعا حجمه طويل عشان بتنزله في قاع مبيض الزهرة للوصول للرحيق. هنا بقى بيشرح لنا، هي بتمص اهي الرحيق، بتبتدي ترفعه عكس اتجاه الجاذبية الأرضية بالكابيلاريتي، وده نتيجة إنه حجمه ضيق جدا أو بالمليمتر يعني ولا بالمايكروميتر في الديامتر بتاعها القطر، بيمشي ويخش بدي المريء ثم المريء ثم هيتخزن فيه أول جزء بيسموه الهاني ستون. أنا هرجع هنا في اللقطة دي. الرحيق بيتجمع هنا في أول جزء بيسموه الهاني ستومك. هي القناة الهضمية، البلعوم ثم المريء ثم ساك أو باوتش أو أوضة كبيرة، كورة كبيرة، بالونة كبيرة بيتجمع فيها الرحيق وبيتنوا قاعد جواه، ما بيتحركش، يروح للمعدة التانية. المعدة التانية، خلي بالكم من العدد كده، يعني كده في بطنين. وهنقول ده ايه علاقته بالآية اللي احنا كنا بنتحدث عنها في أول الحوار. خلاص ماشي، اتخزن الرحيق، ملأ الحوصل. هنا هو تحت الفكوك بيبقى فيه زوج الغدد اللعابية، هتمتزج الغدد اللعابية دي مع اللعاب بتاعها، الإفراز بتاعها هيمتزج مع الرحيق ويتخزن جوه الحوصلة. في اللعاب حتى عندنا احنا كمان في إنزيم، هو هنا هيبقى الإنفرتيز. بص بقى، دي السكريات عديدة ودي الإنزيمات اللي موجودة في السليفري أمايليز أو إنفرتيز اللي موجود في مكونات اللعاب. الاتنين بيتخزنوا في الكرو أو في الهاني ستومك. هي الوقت لسه ما راحتش الخلية، لكن التفاعل هيبتدي يشتغل. الإنزيم ما هو إلا كاتاليست بيسرع من عملية التكسير للسكريات العديدة، يحولها إلى سكريات ثنائية ثم سكريات أحادية. دي وظيفته أهو، ده سكر ثنائي يتحول إلى سكر أحادي، جلوكوز وفركتوز، ده الفركتوز وده الجلوكوز. طيب هي راحت خلاص الخلية،
راحت الخلية، وقفت على عين السداسية، وابتدت زي ما حضراتكم شايفين كده تعمل ريجورجيتيشن أهي. الرحيق ابتدى ينزل من الخرطوم بتاعها جوه العين السداسية، هينزل كده الرحيق مختلطا بالإنزيمات، مش هتقدر تفصلهم من بعض. اللي بيحصل بعد كده بخر للمية من العيون السداسية، نسبة البخر دي بتزود الفيسكوزيتي أو اللزوجة بتاعت المادة السكرية، وبالتالي بيتحول إلى العسل. هنا بقى بنشوف ده إيه؟ ده كده الأحشاء بتاعت الحشرة، وكأني شقتها بالطول 2. إحنا هنركز بس على القناة الهضمية. الجزء البني دي هي الغدد اللعابية اللي بتحيط، هم عبارة عن 2 كلاسترز أو عنقودين من الخلايا الإفرازية، كل عنقود فيهم بيفتح بدكت أو بقناة، والاتنين بيفتحوا بكومن دكت، قناة مشتركة، ويصبوا في الفيرينكس. مع تيار الرحيق اللي داخل الصلايفة هتبتدي تمشي معاه هي كمان، وتروح تقعد فين؟ أهي دي الهاني ستومك، يبقى دي أول معدة. الدايجيشن اللي فيهم جاي من، أو الهضم اللي بيحصل جوه الكروب بيجي نتيجة الإيه؟ بيجي نتيجة إفراز إنزيمات الأمايليزس واللي موجودة في مكونات السليفري جلاند. وهنا في كونستريكشن القنصة بتمنع ان الرحيق يروح للمعدة التانية او الاستومك الحقيقي. ليه؟ لو راح للاستومك الحقيقية هيمتص، يتم تكسيره بالكامل، والحشرة هتبتدي تتغذى عليه، يبتدي ينتشر بالانتشار الغشائي من جوه الاستومك، يروح لكل الجسم مع تيار الهيمولينف اللي ماشي. تمام، يبقى كده ما عملناش حاجة، ما حوشناش حاجة، وبالتالي هي بتحوش كل الرحيق اللي موجود هنا. طب المعدة دي بتتملي بقد إيه؟ بتتملي ب 40 ملي جرام رحيق. هتجيبهم منين ال40 دول؟ تخيل، ممكن تعمل زيارة ل1000 زهرة تاخد منها رحيق عشان تعمل 40 مللي جرام. هتزور 1000 زهرة تاخد من المبيض بتاعهم كلهم عشان يدوني 40 مللي جرام. يبقى كده النحلة ليها كام بق؟ كده 2، واحدة بنقول عليها هاني ستومك، الدايجيشن اللي فيها من السليفري أمايليز أو انفرتيز، وستومك تانية هي اللي فيها الدايجستان والابزوربشن. يبقى إذا يخرج من بطونها جمع إيه؟ بطن، لأن هما 2 في كل وركر، في 2 استومك، واحدة للهاني كخزين، وواحدة ليها هي كدايجيشن، لأن جسمها محتاج سكريات عشان الطيران إلى آخره. معايا كده؟ يبقى يخرج من بطونها. من 1400 سنة ما كناش نعرف تشريح النحلة، ولا نعرف تركيب القناة الهضمية، عشان نقول إن بني آدم إحنا لينا بطن، ما بنقولش لينا بطون. البطون بتاعت ناس more than one individual، لكن النحلة هنا يخرج من بطونها الواحدة فيها أكثر من بطن، هاني ستومك وستومك الحقيقية اللي فيها الدايجيشن والابزوربشن بتاع المواد بتاعتها. ادي التيبيا اللي احنا بنقول عليها البوليم باسكت، ادي الرزغ اللي احنا بنقول عليه البولين برش. معايا كده؟ طيب يا ترى بقى النحل ده، العسل ده بيتكون من ايه؟
الأول الحشرة دي الاسم العلمي بتاعها اللاتينيم إيبس مليفيرا أو مليفيكا بدل الـ R C، both are true أو right nomenclature، الاتنين تسمية صحيحة. أهي الاستومك، الهاني استومك بتاخد 40 مللي جرام من الرحيق. طيب عشان تجمع الكوانتيتي دي هي محتاجة required to visit more than 1000 flowers، عايزة تروح تزور 1000 زهر. طيب المطبخ بقى خلاص، هي جابت من بره حطت في العيون السداسية، دور الفوريجينج وركرز الرعاة الرسميين للهاني أو للرحيق خلص. في بقى المطبخ بتاع العمليات جوه مجموعة تانية من الهاني بي وركرز، مهمتهم طبخ العسل. طب هيطبخوه ازاي؟ هنشكل مجموعات من 1 لـ5 من الوركرز، هيبقوا واقفين على العيون، على كل عين سداسية مجموعة من 4 أو 5، كل واحدة تعبي الرحيق بالخرطوم بتاعها من العين السداسية تدخله معدتها، يبقى هيختلط بإنزيمات جديدة لهاني ستومك بتاعتها جاية من السليفري جلاند بتاعتها، وبعدين ترجعها ريجورجيتيشن تتقيأ مرة أخرى في قلب العين السداسية. تمام؟ مع التفريغ والشحن، تفريغ وشحن هيحصل كده حركة ينتج عنها evaporation، بخر للمية، يبقى المية هتنقص تدريجيا كمحتوى جوه العين السداسية. الكلام ده هيستمر بالخمسة دول لمدة 20 دقيقة، قاعدين 20 دقيقة نشفط ونرجع ونشفط ونرجع ونشفط ونرجع، ناهيك عن إنه الهايف المستعمرة، هنا الهايف أهي دي الهايف المستعمرة أو المملكة بتاعت النحل، ملهاش غير فتحة واحدة، وبالتالي الحرارة اللي موجودة جوه نتيجة الزحمة بتاعت الأفراد اللي ممكن بس الكاست بتاع الوركرز يبقى 10 آلاف 20 ألف 30 ألف وركر، زحمة جدا جوه، يعملوا نوع من الدفء أو من الحرارة يخلي بخر المية في العيون السداسية عالي. تمام؟ وهم بيشحنوا وبيفرغوا، بيجي عليهم وقت يحسوا ان لزوجة العسل كده بقت تمام، يعني العسل رايبند استوى طاب، تقوم تعمل ايه؟ يروحوا قصاد بعض هيلا بيلا، يجيبوا حتة شمع ويعملوها كفر خارجي ويقفلوا على العين السداسية دي، لأن المحتوى بتاعها كده بقى جاهز للإيه؟ أو مكون تمام طبقا للمواصفات النحلوية، أصبح هاني عسل أبيض. فبتيجي قافلاه، ما هو إحنا مش هنقعد نتعب ونعمل ده كله وبعدين ناكله في وقته. طب إحنا بنعمله ليه؟ إحنا بنعمله لأن الشتاء جاي، درجة الحرارة تبقى قليلة، أجسامنا كولد بلادد ما مش هتتحمل البروده، فهنستخبى كلنا جوه الهايف ونقعد جنب بعض ومفيش خروج خالص، لان كمان ربما يكون في امطار، هنطير ازاي والميه هتلزق في الجناحات بتاعتنا، يعني الطيارات هتقع، وبالتالي احنا مستخبيين 3 شهور. طب هنعمل ايه في الـ3 شهور؟ هم بيخططوا في ان هم من اول الخريف ما يجي ينتهي يقفلوا على نفسهم المستعمره، وهيبتدوا يفتحوا في شمع العسل، بدأ يتدخل ابن آدم ويلم الغلة بتاعت السنة كلها. معايا كده؟ بنكسر احنا الشمع، الشمع بيبقى طري جدا على فكرة، ويؤكل وخالي من الكربون، يعني لو ولعت فيه ما بيعملش دخنة سودة، وبيتمضغ زيه زي اللبان كده طري، ما هوش عنيف، فانت بسكينة بسيطة تقدر
تسقط العسل كله من الكمب، ودي موضوع تاني هنبقى نشوف ازاي بنعمل له كل شيء. يبقى تاني دور المطبخ بتاع العمليات دوره خلص في التجميع، ودوره خلص في فقد كميات المي. طب التركيب ايه؟ كربوهيدرات من 80 ل 85، ميه من 15 ل 17%، بروتين 0.3%، 3 من 10%، اشز اللي هم زي الكربون والحاجات دي 0.2%، في ماينور تريسس من امينو اسيدز، فيتامينز، فينولز، بيجمنتس، ودول جايين الامينو اسيدز تحديدا والفيتامينز جايين من الحبوب اللقاح اللي باشت في المية بتاعت العسل لما وقفت وعملت ريجورجيتيشن، بيقع من رجليها زي ما قلنا، بتحك الرجل الرزغ اليمين في التيبيا الشمال، والرزغ والرزغ الشمال في التيبيا اليمين، تهرش واحدة في التانية، فحبوب اللقاح تدخل جوه بتدوب مع المية، والمحتوى بتاعها بيبقى بروتين عالي جدا. طيب ايه كمان فيها؟ كام يا سيدي؟ فيها 18 حمض اميني. احنا نعرف ان هم 21 اسينشال امينو اسيد، دول لازم تاخدهم في الدايت بتاعك. العسل فيه 18 من ال 21، واهمهم البرولين او اكثرهم البرولين. فيها فيتامين في العسل، ده التحليل الكيميائي بقى، ريبوفلافين، فيتامين بي، نياسين، فوليك اسيد، بانتونيك اسيد، فيتامين بي 6. في اسكوربيك اسيد اللي هو فيتامين سي، فيها مينرالز زي الكالسيوم والايرن والزنك والبوتاسيوم، الفوسفورس، المغنيسيوم، السيلينيوم، وده عشان الذاكرة والمخ والذكاء، الكروميوم والمغنيسيوم. كل دي املاح موجوده في التريسس بتاعت بكميه كبيره، وسبحان الله جسمنا مش محتاج كميات كبيره من الحاجات دي. في ايه تاني؟ انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت الكلمه دي انتشرت في الفتره الاخرانيه، فلافونويدز زي البينوسمبرين والاسكوربيك اسيد كاتاليز، السيلينيوم والانتي اوكسيدانتس. وبعدين كل ما لون العسل بيبقى اغمق، كل ما المحتوى بتاع الانتي اوكسيدايزنج بروبرتيز او المواد الانتي اوكسيدانتس اللي فيه بتكون عاليه. احنا عارفين بنسمع عن قطفه موالح، قطفه برسيم، قطفه قطن، كل واحده ليها كلر، ليها لون، فاتح يمكن الموالح أو البرسيم أفتح، القطن أغمق إلى آخره. الغمقان والفتحان ده نسبة للأنتي أوكسيدانتس والبيجمنتس الناتشرال اللي موجودة فيه. المكونات دي زي ما احنا بنتكلم عنها دلوقتي كلها فيتامينات، كلها مواد عضوية. فشوف سبحان الله من 1400 سنة قال إيه؟ فيه شفاء، ما قالش الشفاء، لأن الشفاء يبقى متعرف هيشفي إيه بالظبط من الأمراض، لكن في شفاء. ممكن آخد العسل بنية إنه أنا راجل بلعب كمال أجسام وبحرق، أو راجل رياضي باخد معلقة على الريق أول ما أقوم من النوم، أنا مش عيان، لكن هو نوع من الطاقة العالية، نوع من الوقاية من الأمراض، في فيتامين سي، في إلى آخره. طيب مش كده وبس، لا، في حاجات فيها بقى شفاء فعلا، بمعنى في علم اسمه دلوقتي ايبي ثيرابي. ايبي جاي من ايبس الجينس بتاع النحلة، ثيرابي اللي هو العلاج. العسل النحل الطبيعي بيخلي خلايا الجلد التي تعرضت إلى الاحتراق حتى الدرجة الثالثة تشفى وترجع طبيعية دون أي تغيير، لا يبان فيها لون وفرق، ولا يبان فيها تشوه مكان الحرق للدرجة
التالتة ده العسل نفسه. كمان السم العسل، السم اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه بيموت. في ناس بتاخد جلسة 5 قرصات في الركبة مثلا عشان الروماتويد، اللي عنده روماتويد مش روماتيزم، عنده ألم في المفاصل بيشفيه. ده موضوع تاني خالص. يبقى إذا كلمة فيه شفاء للناس دي موضوع محتاج يعني قعدة تانية عشان نتكلم على الإبيثيرابي. أنا بس عايز أرجع هنا للغة. النحل هي الجامعة، السيارة جمعها سيارات، والطيارة طائرات، طائرة وطائرات. لكن النحل كان المفترض لو هم إناث يبقى نحلات. ليه أوحى ربك إلى النحل تكسير؟ لأن في درونز أو ذكور، وفي أنثى واحدة خطيبة هي الكوين، وفي استرايل فيميلز هم الوركرز اللي بيؤدوا كل المهام داخل وخارج الخلية. طيب بص لي بقى، اتخذي بيكلم واحدة ولا جمع؟ بيكلم نحلاية بعينها وداها يه توحي بأنها ياء التأنيث، ياء التأنيث. اتخذي يا أنثى، لو ذكر يبقى اتخذ، لكن لما أقول اتخذي زي التخري والتاخر، اتخذي يبقى أنثى. من الجبال بيوتا ومن الشجر وهم يعرشون. ثم ايه؟ ثم الترتيب، اعملي البيت الاول وبعدين كلي، ما قالش كل. الاناث هي اللي بتاكل الذكور لغايه طيران الزفاف، وبعد كده ايه؟ بيقتلوا الذكر اللي بيبقى فاضل، اللي هو المفروض كان هيبقى الملك يعني، ما بيلحقش يرجع الخليه، بيتقتل في الطريق. ثم ايه؟ كلي برضه بيكلم انثى، اسلكي بيكلم انثى، ثم كلي فاسلكي السرعه. انت مش كلتي من الثمرات، بسرعه بقى ارجعي ايه؟ الى الخليه. وهنا في كذا تفسير للموضوع، مش عايزين نخش في التفاصيل دي طالما في حد غيرنا قالها، ملهاش لازمه نعيدها تاني. فاسلكي الفاء بسرعه، يخرج من بطونها، جمع ايه؟ جمع بطن، لان عندها 2 استومك، واحده للهني وواحده للدايجكشن اللي هي الميدجت او المعي الاوسط اللي بيحصل فيه فعلا دايجكشن وابزوربشن وتوزيع ديستريبيوشن للمواد الغذائيه على الجسم كله. مختلف الوانه، ادي احنا قلنا قطفه عسل وقطفه برسيم وقطفة القطن وقطفة الموالح إلى آخره. فيه شفاء للناس، شفاء للناس في حالات هيتم الشفاء بيها. إن في ذلك لآية لقوم إيه؟ يتفكرون. يتفكرون مين قال بقى من 1400 سنة أن هناك إناث في النحل هي اللي بتعمل الشغل كله، والآية كلها بتخاطب هذه الأنثى. النحل لما جينا نتكلم عنه ما قلناش النحلة ولا قلنا ذكر النحل. حتى في الإنجليزي بيقولوا له درون، درون دي RONE، الذكور بتاع النحل درون، والجمع درونز. طيب إلى النحل يبقى هنا إيه؟ ده بيعيش معيشة جماعية. مين اللي قال؟ ده ساعتها كان في جبال وبيوت في الشجر وفي سقف البيوت الخشب، إذا كان كوخ ولا غيره. يبقى إذن هو بيعيش معيشة جماعية، ده النحل. وبعد كده هي كلمة النحل الجماعية اللي تعني الذكور والملكة والإناث. أوحى الوحي هنا دي أوامر ربانية الملكة بتفرضها على الأجيال اللي جاية. الكلام ده من كام؟ بحبح بقى كده، قول لي 35 مليون سنة قبل الإنسان ما ينزل على سطح الأرض كان في نحل. لغاية النهاردة ماشيين على نفس القانون بحذافيره. عمر ما في
نحلة قالت اشمعنى أنا اللي بنزل أجيب الرحيق كل يوم، أنا اللي عليا الفطار، أنا اللي بغسل المواعين. لا، كل واحد من دول، كل واحدة من دول عارفة دورها وبتقوم بيه، وإذا هي طاعة شفرة بتدرس من جيل إلى جيل، وده السر في كلمة الوحي. الوحي الآية هي شيء أو معجزة، الآية هي معجزة، يعني معنى كلمة آية هنا هي معجزة من المعجزات، موجودة قدامك يا اللي عايز إيه تقعد وتتأمل وتفكر في الخلق اللي إحنا بنتكلم عنه، أو في الآية اللي إحنا بنقول عليها، أو في المعجزة الربانية اللي قايمة على سطح الكرة الأرضية بمنتهى الدقة والنظام. ده مش كده وبس، ده اللي بيخرج على الناموس الطبيعي. ويمكن عرضنا الحلقة اللي فيها نحلة راحت شربت من كاس خمرة ورجعت تترنح لما سكرت مش طايرة، وأدبوها أقاموا عليها الحد عضا، وإذا تكرر منها الفعل هيضربوها بأسنان الإبر وتموت. لكن ممنوع تخش الخلية وهي سكرانة، لأنها تتقيأ خمرة في قلب الشمع في قلب العسل وهتعمل لنا مشكلة. إذن هو وحي، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولسه في الحوار حوالين النحل حاجات كتير ما اتقالتش، هنستعرضها إن كان في العمر بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.